هذا الصحن اللي قدامكم هو أقدم أكلة شامية بالتاريخ. هذا الأطراميت هو فاضي أساسا. ليكو لا وفضي واحد غير هاد. هي أول مرة بحياتي حجرب هي الأكلة. أنا أصلا ما بحب التمر هندي. طب ليش عم تجرب؟ يعني إنا ما عملتي لنا إياها بس مشان المتابعين يشوفوا كيف تعمليها. إذا ما بتاكلها وبتاكل أصابعك وراها لأعطيك اللي بدك. لهالدرجة؟ لهالدرجة. أطيب الكوسة محشي. إيه هذا مكمور الكوسة جربوها على طريقتي كتير طيبة. لقطتك أمي وأخيرا. شو لقطتني؟ الأكلة المنتظرة كوسة محشي. لا مو كوسة محشي. مو كوسة محشي لغن شو هاي؟ مو كوسة محشي. وعم تحفريها؟ كوسة بس مو محشي. لكن شو بدك تحطي فيها؟ انت ليش عم بتنقي بقدونس صعيد؟ قلت لك بقدونس بدك تحط فيها. والله شو ها؟ قلت له بقدونس هي الثانية. شو هالأكلة هاي؟ هي اسمها كوسة مكمور. مكمور؟ يا أمي هي ما بحبها هي الأكلة أنا. مو مكمور يقطين. هداك مكمور اليقطين ما بحبه. ايه انت مكمور اليقطين ما بتحبه. هو مو مكمور اليقطين، كل شيء له علاقه باليقطين انا ما بحبه. ايه ها شفت. ايه لا هذا مو مكمور اليقطين. بس انا هاي الاكله مو مجربه ابدا. كتير طيبه هلا. ايه. شفت تحبها كتير. يا سلام عليك. يعني مو كوسه محشي اليوم؟ لا مو كوسه محشي. طب شيلك كوسايتين ثلاثه اعمل لنا كوسه محشي فيهم. كوسايتين ثلاثه اعمل لك فيهم كوسه محشي. ايه. وجيب رز ولحمه واعمل لك كوسايتين ثلاثه. ايه. بسم الله عليك وعلى بدنك. مشتهيه جعبالي كوسه محشي. ايه بساوي لك كوسه محشي بس مو في شخص قلت له اعمل لي كوسه محشي ما عمل لي ولا عزمني عليها. لا اعمل لك كوسه محشي. الشخص عرفته انا مين الشخص. شوفه نسيته ولا ما احد نسيت. المتابعين معناتها التمر هندي تبع الفيديو الماضي لهي الاكله. لهي الاكله. ايوه ما حذروا والله يا امي. هي مكمور بكوسه. هي اكله كتير قديمه. حذري شو صاروا يكتبوا التعليقات. شي يكتب طباخ روحه. شي يكتب شو اسمها هي ابو بسطي. أبسطي. حياتي مو سمعان فيها. ايه هي قطين. ايه وشي يكتب شو كمان طباخ روحه وابو بسطي حرق اصبعه. ايه عملنا حرق اصبعه. هي اسمها مكمور بكوسة بس هي ماما الكوسة لا ارجيك ياها شلون. ايه ما بحفرها كلها كتير. يعني بخليها سميكة شوي مو مثل المحشي. المحشي طبقه اسمك شوي. ما بتحفريها كتير يعني. لا بحفرها بس مو مثل المحشي. ما بتحرق يعني. ايه خليها سميكة شوي القشرة مشان تعطي طعمة. شو من شان الفيديو الماضي كله عم يسأل وين زينة وين زينة وما حلو الفيديو بلا زينة. شو هاد شو عاملة كتير حابينك الناس. برد كتير مشان هيك ما اجيت. أيه. هي اوقات ما بتكون عنا. لما تكون عنا بتجي لعنا بنصور. تصور معنا. بس شلون تصويري زينة؟ شفت الفيديو مو احسن من تصويرك؟ لا ما حتقلك يعني هي انه تصويرك احلى اكيد. شوفوا يا جماعة شوفوا هي الكوساية اللي بخشتها زينة. لا الله يسامحك. مين بخش الكوساية امي؟ لا والله مو زينة. مين؟ زينة ما حفرت. انا ما حفرت انا والله عملت شيء. مو انت يعني؟ لا مع انه هي الوحيدة المبخوشة. ايه ما دخلني. هلا نحن مشان نوفر عليكم الوقت يا جماعة. ايه؟ بالطبخة حفرنا الكوسايات او امي حفرتهم مشان هي. ايه؟ وهون شو عنا امي؟ بشرت بندورتين مبشورين وهي بصل جناحات بصلتين ناعمين. ايه رز منقوع. كم كاسة هدول؟ كاستين بهي واللحمه. لحمه نص كيلو. نص كيلو مدهنه. وبدها تكون لازم تكون مدهنه. هذا لب الكوسه عم بطبخ شوي صغير بدي اعمله لمحمد لقمه متبله. ايوه يا عيني عليكي يا عيني عليكي. روح قلبي المتبله انا. هاي معلقه سمنه. معلقه كبيره. بصلتين مفرومين ناعمين. هاي الاكله كل ما كترتي لها بصل وبقدونس بتطلع طيبه. واللبات البقيانين هذلك بكره بدي اعمل فيهم عجه. عجه بنعمل لهم عجه؟ والله عن جد. لب الكوسة بنعمل عجة. أول مرة بعرف فيها هاي. يا جماعة فت على المطبخ لقيت زينة عم تبكي. شوفي ما في طلعت آخر شيء عم هي عم تساوي البصلات. أي والله. فرمت هدول البصلات وفرمتي هدول البصلات وأنا فرمت البقدونسات. أي الله يعطيك العافية. بس هي نقت البقدونسات. هي نقتهم أنت فرمتيهم. تشاركنا يعني. واليوم أورود ما عمل شيء نتاق من كل شيء. أنا ما بعرف هاي الأكلة أبداً ولا مرة مجربها حتى. هلا بتشوفها. كتير طيبة كتير. إذا مو طيبة حأطلع لهم ها مو طيبة. إذا مو طيبة شو حتاكل؟ باكل متبله. اي بصير ياكل متبله. والله ويني بيني وبينك هي اساسا عم تعملهم هدول لانه عرفاني ما حتعجبني الاكله. هلا بنشوف. هاي انا وهي زينة على كفاك. اذا ما بتاكلها وبتاكل اصابعك وراها لاعطيك اللي بدك. لهالدرجه اطيب الكوسه محشي. ايه اطيب رشه صغيره عشان بصله تدبل. وهلا بننزل بنص كيلو لحمه مدهنه. مدهنه ايوه. هلا بعد ما قلينا اللحمه هلا سقط لي الرز بعد ما صفيتيهم من المياه. ايه طبعا. هدول قد ايه؟ هدول كاستين رز حكيت انا. هذا رز قصير. رز قصير ايوه. ما بيمشي بالطويل؟ لا هو للمحشي الرز القصير. دائما. انت دايقتي هي الاكله زينه؟ ايه عم ايه من زمان بس. انا مو مجربه ابدا ولا بعرفها. يعني بسمع فيها انه مكمور وهيك بس ماني مجربه ولا حتى امي ما كنتي تعملي لنا اياها كثير بسوريا؟ ايه ما بعملها كثير انا مره واحده بالسنه. لانه بدها شغل كثير ما؟ ايه بدها شغل. كاشفك امي كاشفك. بدها شغل كثير بس هلا عاونتني زينب بعد الاشياء فرمت لي اياهم. يعني انا ما عملتي لنا اياها بس مشان المتابعين يشوفوا كيف تعمليها. ما؟ هلا بدي بهرها. ايوه. هلا هي معلقه فلفل. معلقه. صغيره. صغيره. هي
اطيب شيء في الفول بالاكل. معلقات كمون ليكو فموجود معلقات كمون صغيره كمان، معلقه فلفله حمراء. هي محدة صح؟ محدة هي مليانه مليانه. ما ادري شو بتختلف عن المحاشي والله. هلا بتختلف ايه بتختلف. معلقه ايه؟ ملح مليانه مقوبعه مقوبعه. العصفور العصفور اي المحاشي بدها عصفور. أيه. على فكره بس ما بنحط بصل بس المحاشي بس الشوار بحطوا له عصفور. انا هذا اللي بعرفه ما لا المحاشي بدها عصفور وبدها كمون حب وبدها كمون ناعم كمون ناعم ملح وفلفل ملح وفلفل. أيه. في ملح وفلفل في ملح وفلفل في كمون ناعم. هلا بس عصفور مكعب ماجي. ايوه كل اكله رح تحطي مكعب ماجي تبعك اجباري. مكعب ماجي هاي الماجي اللي انت عملتيه هذا اللي انا ساويتي. شوف ما احلى. والله شايف لك امي هالماجي ما حيضلوا معنا لاخر السنه. ايه بساوي برجع بساوي لي كميه ثانيه. هلا انا بضل بقلي شوي بطبخه شوي للرز مو كتير شوي. ما بتضيفي عليه مي وهيك؟ خلص لا ما بضيف شيء بس بضل هيك عم بطبخه شوي صغيره. صعيب بدي احط معلقه زيت. ذكرتي هاي معلقه ايه زيت بلدي. ها شوفي معلقه مليانه زيت زيتون. لا ابو الرول عم جات لك ما جات من الصبح تاكيني بالاكل. طيبه طيبه يي بلا اكل. مين اكل صحن مكدوس؟ ايه لا كم مره ناكل اجيبه سيرته. والله الاطراميس فاضي موجود لسه. شوف الاطراميس فاضي فضحناه بهالمكدوس فضحناه. هذا مو ايش هيك صاير مكدوس؟ ليكو المكدوس فوقه ليكو ليكو مخبيتهم هون. هذا الاطراميس هو فاضي اساسا ليكو. لا وفضي واحد غير هاد كمان. شبك ايه صح فضي واحد غير هذا. امي هذا الطرميس كان فيه مكدوس. ايه كان فيه مكدوس. حاشتك بقى والله. ايوه لا بس مو انا خلصته زينة. لا كلمي مو انا خلصته. انت كل ما تجي تصوري الصبح بتفطري تحطي لك خمس مكدوسات. وقت تجي زينة بدنا نصور تفوت من باب سقاق دغري نحن بدنا نشرب قهوه تقول له الفطور دغري. ايه دغري تعبي كرش اول شيء بدها مكدوس. ما بدنا نفطر يعني نركز يا جماعة. نحن بعد ما عملنا فيديو المكدوس يعني بعد ما سوينا المكدوس صار زينا عندها همة انه تيجي تصور وتعمل فيديوهات عينا على المكدوسات. عم يتهمك بالمكدوسات. الله يسامحه. ايه مشان هيك ما اجيك هذاك الفيديو انا. ليش؟ لك برد كان برد ما في مكدوس بس وين برد الوحيد يبعدني عن المكدوس. يعني مو عن حمودة. لا حطي عينك بعيني. ايه يمكن يمكن خير ان شاء الله ماشي. يخفيون المكدوسات بالبيت كله. خلاص حاجة حطه بغزانته. لا بحطه بغزانته وبيقفل عليهم. هلا بساوي 10 كيلو ثانية. والله ما دخلني انا لا انا ولا امي. انت بدك تساويه. خلص ماشي. هلا هذا الرز انا طبخته نص طبخه ايه مع اللحمه مع البصله مع البهارات. شوفي بدون شيء ايه لا ابدا. ها طبعا بيلي صحن صغير لذوقه. شوفي لا مو مستوي الرز. قلت لك بده يدوم من كل شيء. هلا عم تثبت على حالك انت. هلا انا هون حطبق البقدونسات. هدول ثلاث جرز بقدونس. ثلاثه طبعا عملتي لنا فيهم تبوله. ايه بعمل لك تبوله. او زينة خليت عملنا تبولة. شو رأيك زينة؟ ماشي. نحن لازم نعمل استحياطاتنا اذا الاكلة ما عجبتني يكون في اكل جنبها. يعني مثلا عملت لك متبر غيره هيك شغلات. ليكو ليكو روح دوقو. عملت لك متبر تقلي لها صحن بطاطا زينة كمان. ليك بطاطا كمان ليش شفتي انا قليت بطاطا. كما يكون يا جماعة في عنا طبخة بقول لها زينة شو رأيك تعملنا صحن بطاطا. ايه عطول بقول لها تعي قلي لي بطاطا بنكون عم نعمل شيء اكلة يعني مو اكلة طبخ. شوف هاي المتبل ساويت لك المتبل. بدك تحطيه بالطبخه؟ لا عم اورجيك المتبل. يلا هاي صحن المتبل. هلا على البراد عشان يبردوا مشان وقتك تاكل. طفيتي تحته يعني؟ ايه طافي الغاز. هلا طفيته. طبخت الرز نص طبخه. نص الطبخه الثانيه بده ينطبخ بالكوسايه جوا. الكوسايه ايوه يا عيني عليكي. يا سلام عليكي على الحشوه يا امي والله بتشهي. ما؟ ريحتها معبيه بالمطبخ. انا جعت والله بدي اكل يلا. شوفوا دليل انه زينه عن جد جاعت. عم بحشي عشان اخلص واكل منها. يا سلام بتعرفي تحشي كوسا؟ ايه بعرف. عكفالتك؟ عكفالتك. بس هي مو مثل الكوسا. ايه بتنحشى يعني نصها او ربعها او ثلاث ربعها مليانة. مليانة عتمها. ايه يعني التم ناقص شوي. ايه وقت بدك تحشي نحشي مثلا شوف شو بدي اعمل لانه الرز طابخته انا. أي. طابخته نص طبخة بس البقدونس المالي طابخته بس يعني وقت بدي احشي بدي اعمل هيك مشان يفوت منيح الرز او هزه هيك. والله ما شاء الله حولك يعني سريعه كثير بالحشي. ايه انا بالحشي كثير سريعه. شوف شلون شوف انا مو كثير كثير يعني بس بعرف احشي. هلا بيقولوا المتابعين انت مسرع الفيديو. لا ما لا شاء الله. شوفه ما في داعي لا تسرع ولا شيء. لا عن جد ما شاء الله سريعه. انت امتى بدك تحشي معنا بتعرف؟ انا ما راح احشي انا بس صوركم. ما بتعرف يعني؟ لا هو شلون بده يصور وماسك الكاميرا؟
صحيح. شلون بده يصور هو ماسك الكاميرا؟ شلون بده يحكي هو ماسك الكاميرا؟ يا الله منكم لا تطلعوا لي هاي الخربطه. ما راح بدي طلع اجباء امي انا كل شيء خربطات اطلع لك اياها بالفيديو. والله حرام عليك. شوفي عم يعمل طلع لي الخربطات تبعاتي كلها. ايه بعرف. شو عم يقولوا لك وقت عم تطلع لي الخربطات؟ والله بالعكس عم يشكروا فيكي وكل التعليقات حلوه. ما هضمها مسامر والله يخلي لنا اياها ويخلي لك اياها ويطول بعمرها. شكرا لهم كثير ويعطيهم الف صحه والف عافيه. لك صحيح امي كل المتابعين بتقول التعليقات حلوه وانت ما بتردي عليهم؟ ردي عليهم. ما بتردي عليهم؟ عاد رد عليهم؟ ايه ردي عليهم قولي لهم يعني هيك يعني هي ما بتلحق اصلا يعني. ايه ما شاء الله. شكرا لهم كثير. ايه ويسلم ايديهم وهذا من ذوقهم ولطفهم. ايه اي شو بدي اتشكر شو بدي اقول كمان خجلانه هيك مواقف بختزل انا عم يمدحوا بطبخك وباكلاتك كلهم ذوق. اي وفي منهم عم بيقولوا انك نحفانه كمان وشو عامله ريجيم ومدري شو. اي والله انا نحفت حالي اصلا يعني مشان ما اتعب. اي الله يعطيك العافيه. انا نحفت شي 7 كيلو حموده نحفني اياهم. لا الله يسامحك. سمعاني زين الحكي؟ سمعاني معها انا يعني هلا انا حقول حموده نحفني اياهم بعد ما يتجوز حموده بقول مرت حموده. لا ما بتعمل لي شيء. شوفي منيحه؟ ايه حشوفها. انا حاسه مليانه كثير. هات ايدك بالحكي. ايه لا تمام. ساي مثل ما انفجر المحاشي اللي عملتهم تذكر؟ ايه صح هو الرز لانه بده ينفش جوات الباذنجان. ايه بس هذا الرز مطبوخ نص طبخه. ايه ايه خربط ما حدا انتبه علي منيح. ايه وانا اسمه خربط يلا معلش هلا بقي مخربطته بس خربطنا انا لا ما حسي لا انتم ما انتبهتوا عليها اساسا. ماشي يا حموده ماشي. هلا بدي احضر الصوص. في لا صوص هي الاكله. بدي احضر الصوص اللي بدي اطبخ فيه الكوسه. والله هاي معلقه سمنه كبيره. معلقه واحده هلا حصقت البصله. هي جناحات. هي بصله جناحات. ايه بس شوفوا يا جماعه ما شاء الله قد ايش معنا حشوه. هي بعد ما حشينا الكوسايات كلهم ليش كل الاجزاد معنا امي؟ انا اصلا هيك سويت بدي يزيد عندي حشوه بكره بدي اجيب قد هدول تمام واحشيهم لابني. ايوه والله عن جد. اي لا بسمره يعني هي الكميه نحن عملناها ل 4 كيلو كوسه اذا كنت تعمل. أيوة. يعني لعائله. اما نحن عملنا بس منا هلا حاليا كيلين لانه نحن قلال وبكره بدي ارجع اعمل كيلين لاخي. فهي الحشوه والطريقه اللي عملناها هي لعائله كبيره 5-6 اشخاص يعني 4 كيلو كوسه. اي 4 كيلو هلا هدول. أيوة. كيلين بكره بجيب كيلين هدول بيحشوا كيلين. تمام تمام حاسبت بالميلي. اي ابدا. هلا هون بصل ضلي عم تقليه ليشقر. اي ليشقر. تعلمي الطبخه زينه عشان اذا عجبتني يصير تعملي نص معلقه ملح. وهلا بعد ما شقرت معنا البصله بننزل شو بالدوراية. بالدوراية مبشوره. طبعا امي هون سقطت الكوسايات انت ما هون سقطت وجبه كوسه هلا عم بقليها. بدي اقليها شقره شقره مثل الكوسه بلبن. ايه. نفس الشيء يعني. ايه نفس الطريقه. الكوسه بلبن كمان بتنقلها قبل ما نحط باللبن. ايه ايه بتفوري عليها بتقولي انت تنقلها. ايه. وبتتفور. بس الصوص شكله شيء بيجهي والله. شو بدك. ايه. تحطي فيه كمان هلا ححط. هي حطيت هون بندورتين مبشورين بشر. ايوه هي معلقه دبس بندوره. معلقة كبيرة؟ ايه معلقة كبيرة وهي معلقة كبيرة. معلقتين كبار؟ هي معلقتين دبس بندورة. يا سلام عليكي. فلفل أسود. ايه فلفل أسود نص معلقة. حط كمان نص معلقة ملح هالقد ما حكى كتير. شايفة هذا الصوص؟ هذا الصوص بده ينطبخ. هلا بينطبخ بتسقط فيه الكوسة بعد ما تنقلها. ايه لك والتمر هندي؟ هلا هون هلا هون بس بستنى شوي لقلي دبس البندوره مشان يعطي طعمه طيبه. شوفي ما قلت لك ما بخلي شيء ما بذوقه. انا اصلا ما بحب التمر هندي. طب ليش عم تشرب؟ هو ما بحب التمر هندي جعبالي. وهذا مو محطوط له سكر. بس ذوق شفه. فضول حامض. هاي كاسه تمر هندي. كاسه كبيره. كاسه كبيره هذا بريء. كاسه تمر هندي. هي كاسه ونص يا جماعه. هلا هيك الصوص بخليه يغلي بزيده كمان مي. كمان هاي مي لحد قديش؟ يعني شي كاستين قد هاي الكاسة. ايه. هي هلا كتيتها وخليه يغلي بقى. يا سلام عليك. هون بسقط الكوسة. يا سلام على كوساياتك وصوصاتك. اي أيوة والله يا سلام. هلا هو هذا الصوص مو مرقة مثل المحاشي يعني مو كمية كبيرة. لا مو مرقة. ايه. فما يفكروا انه يحطوا الطنجرة كلها مية. يا سلام على هالقلي المرتبة يا امي. وهيك بده يكون القلي. شوفي هيك ما بده يكون اغمق من هيك. شوفي. ايه. ما بده يكون يعني انه لونه اسود. ايوه هيك هذا القلي. مثل الكوسة بلبن. ايه مثل نفس قلي الكوسة بلبن. ايه. بس غير حشوة. هلا بس كشو. هلا بدنا نسقطه. يلا. هلا هذا الصوص اللي انا طبخته. هلا شو بعمل بهذا الصوص انا؟ هاي البصلة كلها بشيلها. والله. بخلي المي بس. جعت انا ابو الروب. انا اللي جعت والله جعبالي جربها كثير شكلها طيبة. جعبالي ما؟ كثير طيبة. صوص احمر مع هيك مع كوسة محشية. حمض وما حمض وقصص. شكلها شيء ظريف والله. هي البصلة هلا انا وهلا بدي سقط الكوسة بقلب الصوص. انت قديش هتضلي خليتي الصوص امي لحتى يتعقد؟ يعني شيء ربع ساعة. ربع ساعة. ايه. بس.
وهلا هي بتاكل هون كمان ربع ساعه. لانه الحشوه مطبوخه والكوسه مقليه وهذا الصوص مطبوخ كله جاهز. كله جاهز. خليني ساعدك. بدي صفن صف ماما. اه مرتبه صفه مرتبه. هلا غطيها غطيها يلا بس هلا بدها ربع ساعه. اه بتركيها ربع ساعه. ايه ربع ساعه نرجع لك يا حلوه. شوفوا لي هالصحن وهالصفه اللي بتاخذ العقل. يا سلام عليك يا امي. واخيرا صارت جاهزه معنا. واخيرا صارت جاهزه. الله يسلم ايديكي. اسكبلات انا ولا انت اول شيء؟ يلا انت. هي اول مره بحياتي حجرب هي الاكله. الله يستر. يلا يلا بسم الله. هي كوسايه لك امي. شوف حاقسم لك اياها. كوسايه لي ورجيه القلبه. يا سلام شهيت انا جعبانه. عندي فضول اعرف طعمتها ودوقها عن جد. دوقها. يلا بسم الله. طلع شويه مرقه انا. عجبتك؟ كثير طيبه والله كثير. لا تنسى كمان هون صحن متبر. هذا مو نسيانه، هذا له هيك قسم خاص بالمعده. اي واحد بدك دوقي زنزون. اي بدي دوقها. دوقها انا شو رايك؟ دوقني. دوقي يلا. هاي دوقي. ايوه. مني لقمه ومنها لقمه، شلون؟ بصراحه احكي رايك. بتشبه المحاشي. تشبه المحاشي؟ ايه كثير بتشبه المحاشي. ايه كثير بتشبه. ليكي مين قاعد فوق؟ مين؟ ليكي زيتونة. قاعدة عم تراقبنا شو عم نعمل؟ انا رح احط وحدة ثانية انه زينة اكلت لي هديك كلها. ايه لقمة اكلت. اكلت لقمة. بسم الله. تعال احط لك مرقة. يلا. ايه هيك. بالكبجاية. سأسقية امي. لا لا كثير بالكبجاية. هي طيبة مرقتها لانه طعمة التمر هندي. على فكرة فيها نكهة من الكوسة محشي مثل ما قلتي انت. عن جد. بس البقدونس بحسك انه مو كوسا محشي. ايه طعمة البقدونس. ليش ما كنتي تعملي لنا اياها عن جد طيبة؟ زنزونة. عملتها للمتابعين تبعاتي. بس للمتابعين؟ لا مش بعلم. ذوقي. هذا الصوص الاحمر بشل كثير طيب عن جد. هلا دقلي المتبلات. المتبلات طولي بالك بس لاطلع بالكوسا هاي. هذا المتبل كثير كثير طيب بالصيف كثير. بجنن كثير طيب. كثير. وكثرتيها توم. مشانها. ذوقي لما انت. كبيرة لقمتها. لك شو كبيرة هيك كبيرة يا جماعة الزمة شوفوا. نص ترغيف لقمته. زينة. لا كبيرة. حاجة تاكل خلينا نختم بقى. بس تورجيكي هيك كيف تتاكل. ورجيني. أول شيء بنقسمها هيك. إيه. تمام؟ بنغطى بالصوصات. إيه. أمي جايبت لي صحن ومعلقة أو مدري شو ما بدها. ما بدها بإيده هيك بدها ياكل. يا سلام عليك يا أبو الروض. بتجنن. حبيتها؟ صح وهنا. على قلبي كثير طيبة عن جد يا جماعة. شوف الرز أرجيون الرز. شوف الرز. شهي والله مجنن. شوفي مفلفل. عن جد كثير طيبة. من هون انا من هون من هون. هي هيك وهي لزينة. هي كثير صغيرة لقمة صغيرة شوفي. شبعت انا بيبي هي. والاستوى كثير مستوي هيك طيب. صحيح يا جماعة اكتبوا لنا بالتعليقات إذا حابين نعمل لكم بث مباشر على اليوتيوب ولا لا، وإذا عجبكم الفيديو كالعادة لا تنسوا تحطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. اكتبوا لي بالتعليقات هي الأكلة بتعملوها ولا لا؟ يلا سلام. سلام. امي انا حاخذ جاط المتبل وانا حاخذ الكوسه وزينه شربي مرقه لا يلا زينه امشي معنا على الصالون بدك تاكلي.